السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في آية 2 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. الله عز وجل قال في الآية دي ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، الكتاب احنا عارفين ان هو القرآن الكريم لا ريب فيه هدى للمتقين. الله عز وجل عندما انزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام، الناس شكت، في بعض الناس شكوا، قالوا ايه الكتاب ده؟ مش من عند ربنا، ازاي احنا كنا بنعبد اصنام؟ كلام سليم، بنعبد اصنام. وقال ايه؟ سيبكم من دول واعبدوا الله عز وجل الذي لا اله الا هو. فاستغربوا، يعني مثلا من ايام الكفار لو واحد قال هيبقى في دبابه الناس هتستغرب، يقولوا عليه ده مجنون، دبابة ايه دبابة؟ يعني ايه دبابة؟ أو مسدس أو في العصر الحالي الناس هتستغرب. فلما ينزل الكتاب على سيدنا محمد، فالناس قالهم ايه؟ احنا نشك ان الكتاب ده من عند ربنا. طب الدنيا قال ربنا انزل الآية دي للناس كلها، للعالم كله، ذلك الكتاب لا ريب فيه. بعد كده يعني لا ريب، يعني لا شك، لا شك في هذا الكتاب لأنه من عند الله. كلام سليم. وشوف شوف اللي جاية دي، هدى للمتقين، هدى للمتقين، ما قالش للعالمين أو للناس أو لغيرهم، لا، قال للمتقين. المتقي هو الذي يتقي الله في كل شيء، في كل أموره، في كل شيء المتقي. قالش للمخلصين، للمرسلين، للمؤمن، لا، للمتقين، لأن المتقي هو الذي يخاف الله عز وجل في كل شيء. إيه فرق بين إيه فرق؟ حتى في آية في القرآن بتقول اتقي الله فأخذته العزة بالإثم. يعني اتقي الله يعني خاف ربنا عز وجل في الشيء اللي انت بتعمله في العمل، مثلا في الشغل اللي انت بتشغل فيه. كلام سليم. احنا نقول بقى ذلك الكتاب، يعني هذا القرآن الذي أنزل من الله عز وجل على شفيعي وحبيبي صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي أنزل على سيدنا محمد هذا الكتاب القرآن الكريم لا شك فيه، لا شك فيه. كلام سليم. صلى على النبي. هدى للمتقين. يعني إيه بقى هدى؟ يعني هدى للمتقين. صلى على الحبيب. هدى، كلمة هدى دي إهداء. في بعض العلماء قالوا هدى للمتقين تبقى هدى للمتقين، مش هدية أو كده، لا، هدى للمتقين يعني إيه؟ للمتقين إن إحنا عارفين إن هذا، إن المتقين، كلام سليم، الذين يخافون الله عز وجل في كل ايه؟ في كل شيء. كلام سليم. هنا بقى نعمل آية، كلام سليم، وإن شاء الله بإذن الله نعمل في الفيديو الجاي بإذن الله الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة
ومما رزقناهم ينفقون. استنوني مع الآية دي إن شاء الله بإذن الله، وفي لقاء آخر إن شاء الله رب العالمين. استودعكم بالله.